أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ واضح، لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم بنت كسرى، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا عام، لا يفلح قوم، هذا عام، إنه لا، المرأة لا تتولى الولايات العامة، لا تتولى الولايات العامة، إنما هذه من شأن الرجال. نعم.